عايز اقول لك في مباراه لمنتخب مصر على مدار السنوات الكتيره الماضيه دي من 2010 تقريبا ما شفتش منتخب مصر لعب بتنظيم دفاعي وهجومي زي مباراه كمل انت افتكر معايا منتخب مصر مؤخرا ولا زمان؟ لا يعني في السنوات الاخيره يعني 5 6 سنين اللي فاتوا افتكر معايا كده منتخب مصر لعب مباراه منظمه جدا دفاعيا وهجوميا عملنا مباراه حلوه قوي كنا بنلعب منتخب تقيل افريقي جناحاته أقوية جدا وقدرنا ندافع وقدرنا نعمل هجمات مرتدة حلوة قوي بصلاح وعبد الله السعيد وقدرنا نكسب المباراة دي. ماتش غانا هنا؟ ماتش غانا تصفيات كأس العالم. كأس برج العرب. برج العرب فاكر المباراة دي؟ طبعا المباراة دي بالنسبة لي كنت خايف منها جدا وكان منتخب غانا فعلا في أفضل صح. أحواله صح وإحنا كنا خايفين جدا من غانا على ملعبنا كنا خايفين جدا من غانا بس التنظيم اللي انتوا بتقولوا عليه ده احنا عملناه في المباراه دي بشكل عظيم جدا لو تفتكروا مش عارف وصححوا لي لو انا غلطان مزبوط. بس باكات بنشتغل كويس جدا على الجناحات بتاعتهم ولاعيب الوسط كانوا هايلين انا فاكر تريزيجيه مع احمد فتحي عملوا مباراه كبيره جدا وتريزيجيه ناحيه الشمال برده لما راح عمل مباراه كبيره كده كان اسمه واتسو او كريستيان اتسو كريستيان اتسو صح كده رقم 7 سبعات احسن من 7 يا نهار ابيض فاكر انت عذبنا بس كان احمد فتحي لعب عليه ماتش كبير وتريزيجيه كان الماتش ده عامل دور دفاعي مدهش جول خد ضربه الجزاء الاولانيه اللي جبنا منها جول فاكر نفسي بقى نلعب مباراه شبه دي والله وانا بقول لك هو ده الحل الوحيد صح كده وهو ده الطبيعي زي ما بقول لك 4 3 3 تتحول ايه وانت بتدافع 4 5 1 لازم تلعب كده وهو دي طريقتك الوحيده ايا كانت الاسماء بقى في الحته دي لازم يكون عندي النهارده اللعيبه كلها بترتد الخمسه بيقفوا الاثنين الاجنحه اللي هم اليمين وشمال محمد صلاح ما يرجعش ما فيش اي مشكله بس حد يرجع مكانه زي ما قلنا مصطفى يرجع يقفل الاثنين دول يقفلوا على جناحه وقلب ملعبك يبقى مقفول مساحات قريبه من بعض لو طلعت تضغط من قدام الديفنس يرحل في ظهرك ما يبقاش فيه المساحه الكبيره اللي كانت بتظهر في ماتش نيجيريا وماتش غينيا وماتش السودان احيانا النهارده في ماتش السودان في اكتر من كوره نص ملعبك بيتضرب كله يا كريم لعيب رقم 6 جيسو دي دي خناقه يعني خلينا قلنا يا جماعه خناقه للطلاطه فجاه بس فال حلو دي صورتين مهمين لكارلوس كيروش لما كان بيدرب منتخب ايران ضد باتريس بومل الراجل مدرب منتخب كوتيفوار بكره زي ما قال ضياء اللي هو كان المساعد بتاع هيرفي رينار الراجل ده مساعد هيرفي رينار في المغرب وفي منتخب زامبيا وهو مدرب كبير فرنساوي دي كانت في كاس العالم 2018 ماتش ايران والمغرب اللي انتهى الحمد لله اللي فوز لكيروش 1-0 على باتريس بومل يا رب بكره باذن الله تكمل على خير لكن دي كانت خناقه يعني كان هما الاثنين شدوا مع بعض جامد بص كيروش وبومل ده هو مدرب منتخب كوتيفوار حاليا هو مدرب كويس جدا ودي الصوره الثانيه بيقول لك الناس اتدخلت بتفض بينهم ولكن في الاخر بعد الخناقه دي بلحظات منتخب ايران قدر يسجل وكسب كارلوس كيروش المباراه فال حلو يا رب باذن الله بكره من غير خناقات ان شاء الله نكسب على خير باذن الله لكن هو حصل بينهم مواجهه وكلاش قبل كده هم عارفين بعض كويس